السلام عليكم ومرحبا بكم على قناتي. اليوم حتجوزوا معايا نهار نوجد فيها للمولود ان شاء الله. ندير لكم كيفاش حضرت المولود. انا شريت هاد الدقيق هدايا موين، شريته من لانترمارشي اللي يعرفوا لانترمارشي اللي جاي في كندا. شريت ايضا العسل باش نوجد الطمينه ان شاء الله. شريت هاد العسل المرجان تاني مره نشريه تماك في لانترمارشي توجور. رحت درت تسوقت وباش نوري لكم برك المشتريات اللي ما فنشريهم. شريت تاني الدجاج، شريت هاد لي مغسو باش ندير رشته. تاع من لاغوريا تاني توجور لانترمارشي جست عندو. شريت كلش على خطره باش نوجد لهاد اليوم. ورشتها شريت تاني، هادي هي المليحة ورقيقة وكي تخدموها تجيكم رقيقة ماشي معجنة وما تجيش كي المقارون خفيفة بزاف هايلة روعة. هذا أنا هاد الباكي اللي نشريه حبيت نقول لكم وشنو هو النوع اللي ما فنشريه. تاني توجور في لانترمارشي وإذا سبتو في جهة واحدة أخرى تفكروا برك هاد الكارت الخضر. تاني من مشترياتي شريت حلوة الترك والحلقومة. الحلوة الترك شريتها من عند مغازا واحد اخر، شريتو تاع حلواني اخوان ما باليش اذا مليحه. شريتها برك ما شريتش اللي فيها البيستاش والمكسرات باش يقدروا ياكلوا ولادي صغار، خاطر سينو يحصل لهم على بالكم ماشي مليح للدراري صغار كي يكون المكسرات. ايضا الحلقومه شريت تاني السابل ما شريتش اللي فيها المكسرات. هاد الحلقومه من تركيا كاتبين فيها التركيش ما باليش اذا صح من تركيا. شريتها ايضا من لانترمارشي. اذا هادو هما المشتريات تاعي باش اللي شريت باش نوجد لهاد اليوم. ان شاء الله تجوزوا معايا وقيته مليحه هاد لا جورني وتشوفوا كامل واش حضرت. انا لبست الطابليه تاعي نلبس فيها باش نبداو ان شاء الله. انا حليت هنايا الرشته ديالي يعني. القصعه هادي وهنايا في الماء اذا ما تستعملوش كيت باش تفوروا. إذا ما تديروش المرقة هنايا باش تفوروا ديروا القرص في القدرة باش ما تكحلش هكذا خير، هكذا سي بلو فاسيل باش ما تكحلكمش القدرة وتفسد لكم. انا توجور ندير القرص ولا عملوا شي اخر. عندي نحيت البصل ونحن نحيت في الغبونة تحبوا ترابيوه تحبوا تقطعوها تي مخصو كيما حبيتو. وشنو انا عندي ولادي ما يحبوش هذوك لي تي مخصو تاع البصل. درت الحميصة نحط البولي هذاك اللي عندي. جيت انا هكذا دي مورسو تحبوا تشرو صدر تحبوا تشوفوا تشرو تعملوا البولي اللي حبيتو. كيما انايا دوكا في المولود حنا نواسيو الشتا تقدر ديروا حاجه اخرى كاين اللي يدير المحاجب كاين كل واحد والتقاليد تاعو. في هذا اليوم ميم كي يكون في الغربه لازم يدير توجور يتبع التقاليد ديالو باش الاولاد ديالو يتبعوا هذوك التقاليد يكبروا على هذاك الشيء ميم اذا كانوا صغار. انا ولادي صغار صح ما يفهموش دي فوا. عندي بنتي عامين ما على بالهاش واش راني ندير بصح معليش تكبر على هذا الشيء تشوف بلي كاين المولود عندنا احتفالات تاعنا عندنا التقاليد تاعنا تتبع عليهم تشوف الماكله ديالنا ثاني تكتشفها. اذا عندكم نتوما حاجات تقاليد واحده اخرى طيبوها في هذا النهار قولوا لي في التعليق هكذاك باش تزيدوا تثقفوني شويه نعرف على بعض المجتمعات نعرف على بعض التقاليد تاع البلدان. ما تنساوش الملح نوسي شويه في الكحل ماشي بزاف. انا توجور نستعمل الفلفل الكحل الابيض مالغري غالي بصح معليش هو الاحسن للاستوما. انا شويه قرفه تلقى البنه ومن بعد فوق التبسي توجور نزينو بالقرفه باش تلقى البنه وتجي تبسي هذاك شباب.
هاي اللي كرشتها تاعك حليتها، لازم تحلوها باش ما تعجنلكمش، ونحطها في الكسكاس باش تفور فوق هذيك القدره اللي درت فيها القارص باش ما تكحلش. بهذه الطريقه راني نقيت شويه لفت ونقيت القلعه، نحط اللفت هو يطيب الاول خاطرش اللفت شويه عاصي يطول شويه باش يطيب، والقلعه فيت في نحط هذا اللفت مع الدجاج يطيب هو الاولاني كيدخل شويه طياب، نعمل نواسي القرعه داخل الطنجره بيان سور باش يطيب كلش. وراك تشوفوا كيما ساهله المرقه تاعها ساهله، برك عندها شويه فوار، عندي بزاف باش نفور. راني ديجا حطيت كسكاس، الكسكاس ديالي صغير، كان عندكم كسكاس كبير تمتم يفور لكم ايتو. وشنو انا عملت كيلو، اذا عندكم لي زانفيتي عملوا زوج كيلو ولا تلحقوا حتى لزوج كيلو رطل 3 كيلو كيكون عندكم لي زانفيتي. انا كيلو دوك على بالي بلي هذا الكيلو ديجا يقعد لي بزاف، راني وسيت بزاف ما نعرف وقيلا تجي صحبتي تاكل هنايا تفطر معايا، نشوف كيفاش. اونطرو طون هي الرشته تاعي هذيك راني نفور فيها فيغ يا ميزور، تفوريها كي الكسكسو اللي تعرف دير كسكسو تعرف دير رشته ساهله. المرقه البيضاء تاع الكسكسو سي لا ميم، والتفوار كيف كيف نفورو شاك فوا حتى تخرج مليحه. تقدر تفورو باردون زوج خطات الخطات. حبيت برك نوريكم دوكا، كنت راح ندير غريوش بصح شفت بلي ما عنديش لا بودره بات دونك لا ليفور تاع الغاطو، راح ندير واحد الكيكه خفيفه بان كيك. حبيت نوريكم شيت من كندين تاير، شيت هاد لو باتور هذايا شيتو ب 10 دولار، هو نورمال البري تاعو تاع تو لي جو هو 13 دولار دونك 13 دولار ماشي غالي. واسمو ماستر شيف باتور ان مان ان 5 فيتيس، هذا شريتو باش نجربو خاطر انا ما عنديش كامل باتور، نجربو ونشوفو اذا مليح باش نعاود نرجع لكم الخبر، خاطر بوغ لو بري تاعو رخيص بزاف. كاين اللي غاليين، انا قلت نشري هذا بيد ما حبيت نشري الكيتشن ايد هذاك الكبير نخدم به كلش. هذايا ما نطيبش بزاف لي باتيسري تو دونك هذا يكفيني. حبيت نوريكم ثاني هذا لو مول، هاد لو مول اسمو لاغوستينا، لو مول هذا سي مول افي. هاد المول تاني شيتو كنديان طاير، كنديان طاير يبيع شحال من حاجات اللي شوف انايا تو سكي غوب وحاجه اللي تاع الكوزينه كلش نشريها من كنديان طاير خاطر تكون مليحه واحسن جوده. هاد لو مول عفوا راني نلهت، هاد لو مول هذايا كيما قلت لكم سي مول افي وما يلصقش كامل، جربتو شحال من خضره كيما راكم تشوفوا هنايا ديجا طيبت به، جربتو شحال من خضره ما يلصقش. وباش تغسليه ما تحكيش جوزي برك هكذا هذيك ليبونج ويتغسل بيه فيه. نوسي فيه هذيك لو كيك ديالي ونعمل فيه نشوف كيفاش نزينو باش يجي في الطابله تاعي، خاطش ولادي بزاف يحبوا هاد الانواع تاع الكيك هادو بال يكونوا مزينين بالشوكولا والحلوه هذوك من الفوق. ان نبدا انايا ندير هذا الكاطو تاعي وبعد نعاود نهضر. حندير هذه لابوط هذه واجده سهله التحضير، هذه فيها كلش يخصها، نزيدوا فيها غير البيض ولا الحليب وفيها الزيت ثاني. هذا ما كان نسيت باش حبيت نهضر لكم، هضرت ديجا عليهم هادو العام اللي فات، هضرت عليهم في البيست اوف 2016 تاعي. هاد لي طاس هادوما لي كاب هادوما هنا اون امريك، امريكا الشماليه يستعملوهم بزاف باش ياخذوا المقادير تاع لي غاتو تاعهم. راهم جو بارتو دوك مام في اوروب حتى في الجزائر راهم كاينين. انا هادو عاونوني بزاف كيما هنا ربع كاس تولوت وهنايا تاع كاس، تما فعاود تقعدي ديري المقادير بالكاس تستعملي هادو. هما كاين بلاستيك كاين بالحديد كاين من كل نوع. راني الباتور هذا خرجتو راني نسي نخلط به نخلطو ولا باتور،
راني نخلط بيه كيما نقولوا المصريين مش بطال مليح صافا على السومه ديالو. هذاك هو نضيف خصني نص كاس تاع زيت عليك. هذيك لو كيك تاعي وجد، ما قلت لكم ها ولك ما يلصقش، غير دورته خطره ما خبط ما والو، خبط لي فيه هكذا. درك نسيت نزينو شويه بالشوكولا، وانتم ديروا غلاصاج ولا كنتو شاطرين خير مني ديروا لو كاش حاجه هكذا. هاي غلاصاج ما مخدوم في الدار ولا نديرو شوكولا، ندير عندي نوتيلا نديرو نوتيلا. متنساوش تزيدو هاديك القرعة باش طيب، أنا نزلت هاديك القرعة نخلي كلشي يطيب هكدايا. هاو التفوار هدايا مازالو مازال تفوار، كيما كتشوفو الكسكاس تاعي صغير، دونك كيلو سابخون دو طون. اونتخ طون انايا وجدت هداك لو كيك او شوكولا، و وجدت لا سالاد هادي. انا توجور نوجد اون سالاد هكنايا، ندير فيها لي كاروت، ندير فيها الزروديا، ندير فيها الكونكومبر الخيار، ندير فيها الطوماطيش و الورق تاع الشلاضة هاليتو، و بعد نزيد لها فوقها الطون. لي يحب يزيد مايونيز ولا ياكلها بلا فينيغريت ولا يعملها شي زيت زيتون باش ياكلها اكثر صحيه الزيتون، وشويه قارص يحصل شويه قارص. هذه دائما نحطها فوق الطابله، وكي تقعد ما نديرهاش الفينيغريت ديريكتومون، واحد يواسي في التبسي تاعو، وكي تقعد نغطيها ونعاود نحطها في الفريجيدار هكذا. كل ما نحبوا ناكلوا شلاضه ناخذوا منها، بصح ما ديرولهاش لا فينيغريت باش تقعد توجور مليحه، سينو تبان لكم وما طولش في يومين. كيما راكم تشوفوا هنايا الخضره طابت لي. دوك انا واش ندير، كي تحبوا ديروا حاجه في الطبخ سورتو كي يكون عندكم دي زانفيتي ضياف، واش تواسيو تنحوا القرعه واللفت تنحوها بجي وتنحوا الدجاج باش ما يتفتت لكمش باش يقعد لكم لي مورسو ملاح، نحوا ما ملحميصه وتخلوا المرقه تزيد تتلفه وتغلي. اذا راكم في سهر الايام غير مع ولادكم خلوها في الطنجره اذا حبيتو ما عندكم حاجه، بصح حدوا بالكم برك تتفتت، وخاطش اذا تفتتت وتعبزت ما تقدروش تحطوها هكذا، تشبكوها فوق هذيك الرشته تبسي تاع الرشته كي تحطوه تعملوا هكذا يا القرعه تعملوا لفت تشبكوها وتحطوا البولي تاعكم. شوف انا البولي تاعي ديجا بدا يتفتت هنايا برك، هادي ملاحظه برك اذا حبيتو توسيو. كي تكملوا تفوروا كامل الرشطه واش نواسي نعمل شويه مرقه، ناخذ شويه مرقه من هادي لاصوص هكذا. وي دوك نعطيك الماء ماما هكذا. الرشطه لازم تكون متلاصقه، لازم تحل بيفيه، ما لازمش تعجن لكم، خاطر كانت تعجن ما تنتفلش هكذا. شوف تتحل وحدها، وكي ندير لها هذيك لاصوص انا لفت هذايا باش نخلط بيه، ما حبيت ديرو بيتكم انا وسخون بزاف على بها وسط بهذايا هكذا. هاي الرشته نكونو كملنا. هاوليك التبسي تاعي انا درت بزاف قرفه هنايا، نتوما ديروش بزاف غير شويه قرفه بور لوكو. هنا القرعه كما كنتو تشوفوا كيفاش نحطوها اللفت، ونورسو تاع الدجاج وشتا تكون هكذايا راك تشوفوا تكون رقيقه. هذا الباكي هذا اللي صبتو في انترمارشي رقيق بزاف ومليح. شويه دقيقه هذا موايا
وسمون ونحطيته في سنيوة باش نحمسو. تحمسو تحمسو فوق المقلة، انا نحمسو في سنيوة ديراكتومون في الفوق باسكو الفوق تاعي مشعول ديجا، نحمسو تماك باش نوجدو من العشية نعمل الطمينة نوسيها بالحرور ان شاء الله باش تكون جديدة. نديرها ديسي هكذاك واحد الستة تاع العشية ولا نوسيها وشو نوجد كلش. انا هنا راني مع الصباح نوجد كلش باش العشية يكوني سهل الحل باش نقدر نقعد مع ولادي نسي لهم الحنة نشوفهم. اذا نوجد كيما قلت لكم انا وجدت كلش صباح حولك دقيقة خديت نشوف وقيلا دقت بزاف ما معليش اذا قعدت لي نخليها او ديك الدقيق حمصتو وجدتو باش العشية كيما قلت نزيد له غير العسل والزبدة ونزينو بشوية جوز ولا واش عندكم ولا شوية حرور برك ولا قرفة ولا منافر كل واحد في البلاد كيفاش يوصل. كاين لي طمينة يعجنوها كل واحد واش يحب يزيد معاها. انا دوك نخليكم نعاودو بيكم العشية كي نكمل باش نكملو التجهيزات تاعنا والتدابير ديالنا. في هذيك الليلة كي وجدت كلش انايا في الكوزينة رحنا لبسنا لباس تقليدي جزائري وهما خيروا اليوم يلبسوا كابيل وكانت هذه الروبة تاعهم. اذا انا وجدت الطابلة بعد ما تعشينا وكلينا الرشطة حطيت هاد لي ماكارون هاد التبسي هذا اللي شيتو من الجزائر. طمينا كيما زينتها حلوة الترك درت النوالات رشكتهم في البطاطا اللي مغصو تاع البوم دو تير والسنيوة هادي شحال من حاجة هادو اللي لكم تشوفوهم فوق الطابلة هادو جبتهم من الجزائر شريتهم. وهكذا بدينا الحفلة تاعنا كانت مليحة وجز الليلة هايلة. انا نقول لكم صحه مولودكم وبقاو على خير ويا منعش.